بيقابلنا كمان كلمة فانيو أو مكان الدعوة، وإحنا بنحدد المكان أو مكان المحكمة الابتدائية اللي بتنظر في القضية وبتسمعها، عادة بيكون عبارة عن الموقع الجغرافي اللي بتحدده القوانين الأساسية لكل ولاية. وعادة المبدأ القانوني اللي عندنا إن المكان المناسب في البلد هو اللي بيقيم فيه المدعى عليه أو مكان الحادث الذي نشأت فيه أو نشأت عليه الدعوة. ترجمة